عبر الهاتف مباشرة من بغداد ينضم لنا داود السعدي الخبير الأمني والعسكري. أستاذ داود مساء الخير، أهلا بك معنا. الجيش العراقي إذن يبدأ عملياته جنوبية الموصل بمشاركة قوات برية أمريكية، من خلال ما يصلكم من معلومات من هنا كيف تسير المعركة من خلال المحاور أيضا؟ حقيقة يعني اليوم المعركة تسير بنجاح، خاصة بعد سيطرة القوات العراقية المدعومة من قوات التحالف من خلال القصف الجوي لقوات التحالف، وكذلك وجود كتيبة من المدفعية للقوات الأمريكية، ووجود أكثر من 250 مستشارا على أرض الواقع تساند القوات العراقية في هذه العملية. اليوم حققت القوات العراقية انتصارا مهما بعد تحرير منطقة النصر، وبذلك قطعت كافة الامدادات باتجاه مناطق الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وقطع الطريق ما بين مناطق الشرقاط وكذلك الجانب الأيسر، والسيطرة على المنطقة المحادية لضفاف نهر دجلة باتجاه مدينة أيضا الشرقاط، وبذلك تكون العملية العسكرية قد حققت نتائج متميزة خلال فترة لم تتجاوز الثلاثة أيام بعد السيطرة أيضا على أكثر من 8 قرى جنوب مدينة الموصل. هذه العملية تأتي متزامنة مع تحركات لقوات البيشمركة أيضا من الجانب الآخر، يعني الجانب الشمالي والجانب الشمالي الشرقي، خاصة بعد قطع الإمدادات عبر الحدود السورية العراقية باتجاه ربيعة منذ فترة طويلة، وسيطرة القوات الأمنية وأبناء العشائر على هذه المناطق. طيب معركة الموصل هي معركة كبيرة باعتبار طبعا أنه المدينة معقل داعش الإرهابي، ما المتوقع لربما هذه العملية ولحجمها بالنظر طبعا لمحاولة داعش المقاومة من خلال طبعا الأعمال الإرهابية التي استخدمها في عملياته السابقة، إن كان من خلال مفخخات تفخيخ مخارج ومداخل المدينة واستخدام أيضا الأهالي كدروع بشرية، ما الاستراتيجية هنا أستاذ داود التي يجب أن تتبع لمواجهة هذا؟ يعني اليوم الخطوة الأولى بدأت من استراتيجية القوات الأمنية بعد أن أعلن قائد ديرة نينوى بشكل رسمي طلبه من العوائل داخل مدينة الموصل بعدم ترك منازلهم والنزوح، أنا أعتقد بأن هذه العملية في الموصل ستتخذ استراتيجية جديدة ربما لم تتبع الرمادي أو حتى في مدينة الفلوجة، وهو بقاء العوائل داخل منازلهم والقيام بعمليات عسكرية نوعية داخل مدينة الموصل باتجاه مواقع داعش الإرهابي، وبالتالي هذه العملية ستتم وفق خطة معينة، خاصة وأن تدريبات حلوية خاصة عراقية بالإضافة إلى دعم من مستشارين من التحالف الدولي قد حددت مواقع لتنظيم داعش وحددت الأسلوب الذي سيتم فيه القضاء على تنظيم داعش في هذه المنطقة. إن علمنا بأن مدينة الموصل أو وأطراف مدينة الموصل تضم ما بين من 4 إلى 6 ملايين نسمة، وبالتالي عملية نزوح هذا العدد الكبير تبدو صعبة، لذلك أنا أعتقد أن القوات العراقية استخدمت استراتيجية بقاء هذه العوائل وربما تعتمد على عمليات حرب الشوارع والإنزال الجوي في بعض المناطق. هذا بالتأكيد سيواجه صعوبات أيضا أن استخدمت داعش أسلوبها المعروف وهو استخدام المفخخات أو العوائل كدروع بشرية، لكن بالتأكيد القوة العراقية هذا اليوم قد هيئت كافة المستلزمات لنجاح هذه العملية. أن علمنا بأن أبناء العشائر سيشاركون في هذه العملية وهم يعلمون خفايا طرق مدينة الموصل وأطراف مدينة الموصل، خاصة مناطق الحويجة والشرقاط والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى أن النقطة الأهم في هذه العملية عدم مشاركة الحشد الشعبي، وبالتالي هذا أعطى اطمئنان لأهالي مدينة الموصل وأطراف مدينة الموصل بأن الانتهاكات التي حصلت في صلاح الدين وسامراء والرمادي والفلوجة لا تتكرر في مدينة الموصل. طيب أستاذ داود، يعني هذه المعركة الآن وبهذا الدعم من قوات التحالف وبوجود القوات البرية الأمريكية، وجود هذه القوات يعني كأفراد كقوات برية على الأرض إلى أي مدى سيسرع من هذه المعركة أكثر وسيؤدي إلى نجاحها بشكل أكبر من المعارك ربما السابقة، بالنظر طبعا إلى أسلوب داعش إلى استخدامه حرب الشوارع أكثر وانتشار أفراده، وجود القوات البرية على الأرض كيف سيساعد ويؤثر بشكل إيجابي؟ بالتأكيد وجود هذه القوة كمستشارين أو كمشاركة فعلية سيضيف الكثير، خاصة الكل يعلم بأن عملية التنسيق ما بين القصف الجوي لقوات التحالف ووجود عدد من القوات الأمريكية على أرض الواقع سيساهم كثيرا لدقة الضربات الجوية في حال التنسيق بين هذه القوة و
الطيران، وبالتالي قد تقوم هذه القوات برفع عبء كبير عن القوات العراقية بما يتعلق بتحديد الأهداف، إضافة إلى وجود القوة الأمريكية وجود كتيبة مدفعية منذ أكثر من 4 أشهر ستساهم في الدقة في ضرب مواقع تنظيم داعش خاصة في مناطق أطراف الموصل، أي القرى التي ستكون على الطريق، وبالتالي قطع الإمدادات وتأمين هذه القرى. وإن تم تأمين القرى في جنوب مدينة الموصل ستتمكن القوات الأمنية من دخول الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفي حال تمت السيطرة على الجانب الأيسر لمدينة الموصل استراتيجيا وعسكريا سيتم السيطرة على الجانب الأيمن، خاصة وأن القوات البيشمركة وأبناء العشائر باتجاه ربيع الحدود العراقية السورية يسيطرون على جزء كبير من هذه المناطق، وبالتالي أنا أعتقد عملية تحرير الموصل هي عملية وقف وعملية تطبيق دقيق لاستراتيجية حرب الشوارع والإنزال الجوي. أشكرك جزيلا سيد داود السعدي الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد.